مساء الخير عليكم، صحة رمضانكم تصبحوا بصحة والعافية. ألوغ معكم خديجة حاكم، مختصة في التغذية والحمية العلاجية، واليوم حبيت نتقاسم معكم خمس نصائح حول الصوم الصحي. كما على بالكم الصيام ولا رمضان هي طريقة للجسم يستعملها ولا فرصة يستعملها باش يتخلص من كامل هذوك السموم والشوائب اللي تراكمت فيه على طول العام، وهي فرصة للجسم راح يستغلها باش يجدد محتوى المناعة ديالنا ولا محتوى النخاع العظمي اللي هي المناعة ديالنا، ويجدد الخلايا التالفة والأنسجة التالفة، ويحفز من الخلايا الجذعية ولا السيلوسوش اللي راح تعوض هذوك الخلايا التالفة والأنسجة التالفة. ولكن باش نستفادوا من كامل هاد الخصائص لازم يكون عندنا صوم صحي بطريقة صحية ونتبعوا أكل صحي. شوفوا معايا خمس نصائح حول الصوم الصحي. والنصيحة الأولى هي لازم نوجدوا صيامنا من قبل رمضان. جاتك سي ان بو تروطاغ، مي معليش هاد النصيحة راح تفيدكم من في الحياة العادية. وعلاش؟ لأنه على بالنا بلي الجسم ديالنا ما يتقبلش هذاك التغير المفاجئ، نكونوا في نظام معيشي معين بنظام غذائي معين حتى نصيبوا روحنا جوجور لوندوما نلقاو روحنا بنظام غذائي واحد اخر ومود دو في واحد اخر. الجسم ديالنا ما حيش يتقبلها، راح يصير لنا مشاكل في الايض اللي هو الميتابوليزم، راح يصير لنا مشاكل في الهضم، وراح يصير لنا مشاكل نفسيه. وعلى هذا الشيء لازم نوجدوا الصيام ديالنا قبل رمضان، خاصه الاشخاص اللي عندهم ادمان اي حاجه كما الادمان على القهوه، كاين اللي يشربوا بزاف القهوه دوغ لا جورني، كاين اللي يدخنوا، وكاين ثاني لي سبورتيف اللي عندهم 5 روبا بار جور. دوكو هذاك التغير كان عندهم 5 روبا دوغ لوندما يروحوا ديريكتومون ما ياكلوا والو دوغ لا جورني، وعندهم 2 روبا في النوي ولا في لا سواري. دونك واش يديروا قبل رمضان؟ يوجدوا روحهم ينقصوا تدريجيا حتى وين يلحق شهر رمضان ويوالفوا هذيك لا ريستريكسيون ولا هذاك النقص خلال النهار. النصيحة الثانية هي لازم نكسروا صيامنا بيان سور بالماء دافي، ماشي بالحليب، ماشي بالجو، ماشي بأي حاجة بالكازوز ولا أي حاجة واحدة أخرى. وعلاش الماء وعلاش دافي؟ ألوغ الماء هي مادة اللي ما تحتاجش هضم، وزيد على هادشي الماء البي اش تاعو يساوي 7 ولا فوق 7، يعني قاعدي. وكيما على بالكم المعدة قبل ما نفطروا تكون حامضة بزاف باش تستقبل الأغذية، سي نورمال، ولكن هذيك الحموضة تقدر تسبب شوية مشاكل في الهضم وتسبب مم التهابات. دونك كي نشربوا هذا الكاس تاع الماء راح يعدل كالكو باغ نسبه الحموضه في المعده. متنا علاش دافي؟ الجسم ديالنا من الداخل عنده درجه الحراره ديالو، دونك لازم نحترموا هذه درجه الحراره. وزيد على هادشي لو كان نشربوا الماء بارد راح يسبب تقلص في المعده، كي تقلص المعده راح يسبب فورسيمون مشاكل في الهضم، انتفاخات، غازات، مغص اكسيتيرا، هادو ما كامل المشاكل اللي نشوفوهم في شهر رمضان عند معظم الناس. النصيحه الثالثه هي تخص الناس اللي ياكلوا بزاف كميات كبيره ويقولوا باش غدوا ان شاء الله سي نورمال ما نجوعش. يفو سافوار بلي الهضم يستهلك طاقه كبيره، دوكو في النهار لو كان يكون الجهاز الهضمي ديالكم مازال فيه الماكله، معناتها عمليه الهضم مازالها اونكور، دوكو راح تستهلك طاقه كبيره. كي تستهلك طاقه كبيره دونك نتوما فورسيمون راح تحسوا روحكم فشلانين وتراح تجوعوا جوغون لا جورني. وزيد على هادشي لازم نعرفوا بلي لو كان نصوموا بطريقه صحيه ونتبعوا غذاء صحي، الجسم ديالنا وحده راح يفرز هرمون الشبع خلال النهار، وراح نكونوا شبعانين طول النهار وتكون عندنا كامل النشاط والحيويه. النصيحه الرابعه هي لازم في الوجبه ديالنا يكونوا بزاف الالياف. وعلاش؟ لان كما على بالكم الالياف تساعدكم على الهضم ولا تساعدنا كامل على الهضم، خاصه في شهر رمضان اللي لا بلوبار تاع الناس يعانيوا من مشاكل الهضم. الحاجه الثانيه الالياف تنقص من امتصاص السكر الى الدم، وبالتالي راح تعدل نسبه السكر في الدم. الحاجه الثالثه الالياف راح تحفز الشبع ديالكم، دونك نصيحه هي لازم تاخذوا بزاف لي سالاد، ديروا اون سالاد تاع زروديه تاع الخيار تاع لا بيتراف تاع اي حاجه خضراء عندكم في الدار، وشنو لازم تكون خضراء ماشي طايبه. اي بي ثاني هاد الخضر راح يجيبوا لكم معادن، فيتامينات، مضادات الاكسده اللي راح تساعد الجسم ديالكم باش يجدد الخلايا، تساعد تجدد الخلايا في اليوم التالي. النصيحه الخامسه هي لازم نشربوا الماء كامل لا سواغي، ما نخليوش حتى وين يأذن قريب يأذن الفجر باش
يشربوا كميات كبيره كما لا بلوبار كامل اللي يديروا. وعلاش؟ باسكو تو سامبلومون ما كاش حاجه اسمها تعويض. الجسم ما حش يعوض واش ما شربناش دوران لا سواري، وزيد على هادشي راح يعتبرها كوم اون اغريسيون، دونك راح يدير لو بوسيبل تاعو باش يتخلص من هذيك الكميه اللي لحقاتو في وقت قصير. وزيد على هادشي الكلى ما تصفيش اكثر من لتر واحد في الساعه. لو كان نشربوا بزاف الماء في وقت قصير الكلى راح يكون عليها ضغط كبير، وهذا الشيء راح يسبب مشاكل في التصفيه ومشاكل في الكلى. حتى واحده اخرى كي نشربوا الماء كاس الماء الاخراني كقريب من نرقدوا ينقص من درجه حراره الجسم، راح يرخي العضلات ويساعدكم باش يكون عندكم نوم عميق، يعني ان سومي بروفون اي ريباراتور. باش تعرفوا لا كونتيتي تاع الماء اللي لازم تشربوها تشدوا لو بوا ديالكم الوزن ديالكم وتقسموه على 30 تعرفوا كميه الماء اللي لازم تشربوها. فوالا ان شاء الله نكون نفعتكم. صحه فطوركم وصحه رمضانكم مره واحده اخرى.